التوك دلوقتي بعنوان السبستنس يوز ديس اوردر في مين؟ في عمال المصانع، اللي كانت مستخرجه من رساله دكتوره ايمان زميلتنا دكتوره ايمان فتحي مدرس طب النفس. اولا التعاطي المخدرات او المواد المخدره له خلفيه تاريخيه، كان العمال في مصانع القصب او مزارع القصب في جامايكا متعودين يشربوا هاش اثناء الشغل. خلفيه تاريخيه اخرى، الهنود البيروفيين في بيرو في جبال الانديز اللي هي على غرب الساحل الغربي في امريكا الجنوبيه، تعودوا على مضغ الكوكا ليفز. في الويسترن كانتريز مسموح في امريكا لغايه يمكن اواخر القرن الماضي بالكحول، لو في كاس ويسكي مفيش مشكله. احنا لغايه دلوقتي في الاندستريالايزد نيشنز مسموح لنا بالكافي بريك، تمام، تيول الكافي. دول الجامايكيين. طبعا الشغل في المصانع محتاج نوع من التركيز والانتباه لتقليل المشاكل اللي ممكن تحصل للعامل اثناء الشغل. معظم المواد المخدره اللي كانوا بتعطوها النيكوتين والحشيش والمورفين والبتدين والانهيلانس اللي هي الحاجات اللي بيستنشقوها زي التينر. متعاطي المواد المخدره وجد ان هم 3 أضعاف اللي ما بيتعاطوش لحدوث نسبه حدوث اصابات او اكسيدنتس، 3 أضعاف غير المتعاطين. و40% من الوفيات في المصانع كانت لينكد له للابيوس. الكرونيك درينكينج بيؤدي الى كثير من الفيزيكال والسايكاتريك ديس اوردرز زي الستروك والهارت اتاكس والدبريشن ليفر ديزيزز والايمون سيستم. حطيت الدبريشن في وسط الفيزيكال ديزيز، ما حطوش في الاول ولا في الاخر، لان احنا في الاخر برانش من البطن، يعني عايز اكد ان احنا حاجه اورجانيك، اي عشان استيجما، تمام، الاستيجما اللي هي وصمه الطب النفسي اللي هي الامانه دلوقتي، والدكتور احمد عكاشه استاذنا بيحاول يواجهها، ويمكن ان شاء الله مؤتمرنا في بندعوكم لهم دلوقتي اهو في 5 مارس 2020 يوم الخميس 1 داي، وفي قبليه بري كونجرس ورك شوب يوم الاربعاء 4 مارس بعنوان مواجهه الوصمه. الشباب من سن 18 ل 25 سنه اللي كانوا بيتعاطوا مواد مخدره اكترها كان في البريسكريبشن دراجز على 3 كاتيجوريز. في عندنا الاوبيتس فور تريتمنت اوف بين، يقلل الالم، السي ان اس ديبريسنتس لتحسين الانكزايتي والديبريشن، والستيمولانس لتحسين ناركوليبسي والاي دي اتش دي. 52% من العمال اللي بيتعاطوا مخدرات عندهم على الاقل مرض نفساني. اشهرهم 35% اكتئاب، 11% اضطراب عدم تاقلم، 8% اضطراب وجداني ثنائي القطب، 6% قلق، واضطرابات الشخصيه 5%. بينجحوا في ارتكاب الانتحار او محاوله الانتحار بينجحوا فيها 3 ل4 أضعاف than the general population. في مشاكل كثيره بتحصل مع الكرونيك الكحول يوز زي الهايبرليبيديميا والهايبرتنشن، زياده نسبه الدهون في الدم والضغط الدموي. 15% من المتعاطي الكحول بيصابوا بتليف كبدي والتهاب في البنكرياس. اللي بينجكوا بلغه الستريت نيم بيصابوا بحاجات زي الهيباتيتس والاتش اي في والتبركلوزز، الكوكين يوزرز ساينوسايتس ومال نيوتريشن اللي هي سوء التغذيه، والمايكاردال انفاركشن. الاسباب اللي بتخلي العمال دول يتعاطوا، في اسباب ريليتد للورك بليس وفي اسباب شخصيه او اجتماعيه. الورك بليس احنا بنسافر كتير على طريق زقازيق القاهره وبنعدي صحراوي، بنعدي على العمال وهم مستنيين الميكروباصات اللي بتنقلهم لمصانع العاشر من رمضان، الرسالة اتعملت في العاشر. عمال غلابه واقفين، ولاد وبنات واقفين من قبل الشروق، فان كان بقى في ساقعه في شبوره في جو غريب في حر، بعد كده هم راجعين مستنيين الميكروباص يوديهم للشغل. حاضر يا فندم. الشباب دول كلهم بيشتغلوا ومحتاجين طاقه او مجهود عضلي، فبيضطروا ياخدوا مواد زي الترامادول عشان تديهم باور حسب كلامهم هم يعني.
مشكله كبيره سوشيالي الفاينانشال بروبلمز اللي هي بالاحمر والريجولار وركينج اورز. بيحاول العامل من دول يطبق يعني ياخد ورديه مثلا الجمعه عشان فيها دبل اجر تمام. الريجولار وركينج اورز بيشتغلوا شيفتات 10 ايام من 8 ل 2، 10 ايام من 2 ل 8، 10 ايام من 8 ل 8، فالسليبنج اورز بتاعته مختله وبالتالي محتاج حاجه تديله باور. الكونسيكونسز اوف دراج يوز ات ورك، بيحصل مشاكل في الشغل، بيحصل بعد ما كان هو بياخده عشان يكمل شغل لا بقى فيه هاي ابسنتيزم يعني بيغيب فتره اطول في شغله اكتر مما المفروض انه يطول في شغله، في هاي ابسنتيزم وبالتالي بترفض. بيحصل لهم بعض الامراض سواء فيتال او نون فيتال، وزي ما اتفقنا ان 40% من الفيتاليتيز اللي بتحدث في المتعاطين بتكون هو دي 40% من الفيتاليتيز بتكون ريليتد للسبستانس يوز. حيثما وجدت المخدرات ففي احتمال للجريمه والعنف. في تيرم اسمه worker conduct، بنلاحظ ان المريض او العامل هنا بيحاول يتجنب زمايله، بيلومهم على مشاكل هم اللي عملوا مش انا، بيشتكي كتير مشاكله في البيت، مظهره العام مختلف. السرقه نسبه احتمال حدوثها بتزيد بنسبه 36 مره عن البيئه اللي ما فيهاش تعاطي. دي حريقه حصلت في مصنع كتان في مصر من عده سنوات، ما اعرفش ليه. البحث هنا او الرساله هنا كان الهدف منها الاتي: نمره واحد تو فايند ذا بريفالنس، نسبه انتشار اند اسوشيتد ريسك فاكتورز، عامل الخطوره للسبستانس يوز، وتقييم الكوموربيد سايكاتري. الكوموربيد يعني حاجتين مع بعض، سايكاتري ديس اوردرز وبيرسوناليتي ديس اوردرز، الامراض النفسيه واضطرابات الشخصيه في العمال اللي بيتعاطوا عقاقير مخدره. تو ايدنتيفاي انديفيدوالز هو ابير تو هاف دراج بروبلم اور دراج ديبندنس، استخدمنا فيها الدودت اللي الدكتور ياسر بيه تكرم وقاله، الدودت اللي هو دراج يوز ايدنتيفيكيشن تيست، البروبلمز اند ديبندنس، و تو ديستنجوش بيشنتس فيوز، نظرته ايه للتعاطي، ايه الحاجات البوزيتيف، ايه الحاجات الويذ، وايه الحاجات الاجينست، ايه اللي يخليه يكمل وينبسط من التعاطي، وايه الحاجات اللي يخليه ما يتعاطوش. ده بالدودت اي اللي هو الاكستندد. واخر حاجه بالادكشن سيفيريتي اندكس سكيل معروف، تو اسيس ذا سيفيريتي اوف ذا سبستانس يوز. الدراسة اتعملت في العاشر زي ما قلنا من اكتوبر 2015 لاكتوبر 2016 على 353 عامل في 5 مصانع، والسن كان من 18 ل 60 سنة، واستثنينا الأمراض العضوية العضال زي السكر والضغط واضطرابات القلب والأكيوت، الحالات الأكيوت سايكاتريك النيسز، المريض متهيج طبعا مش هندخله في الدراسة، أو عنده درجة من درجات التأخر العقلي. في 5 سكيلز اتعملوا، سكيد 1 وسكيد 2، دودت دودت إي إس أي اللي هو أدكشن سيفيرتي إندكس، واليورين سكرين اتعمل بدون تنويه سابق عشان ما يبقاش هو عارف ايه اللي هيحصل فياخد حاجه او يدخل يبوظ العينه بايه؟ بميه. 77 كانوا ميلز، 83% ميدل اديوكيشن، 85% مارد. البريفالنس في سموكينج كان 27% والبريفالنس اوف سبستانس ابيوز كان 18%، منهم التلتين تقريبا كانوا بيتعاطوا ترامادول، منهم النص تقريبا كان بيتعاطى كنابز. طبعا النسبه هنا اكتر 100% في بولي سبستانس. النسبة الايدج اوف اونست اوف سموكينج، سن بدايه التدخين كان 20 سنه، الايدج اوف اونست اوف سبستانس كان 26 سنه. There was a positive significant correlation ما بين الايدج اوف اونست اوف سموكينج والايدج اوف اونست اوف سبستانس. The lower the age of smoking the lower the age of abuse، يعني كل ما كان العامل ده تعاطى او شرب دخن سجاير بدري كل ما نسبه بدايته في عالم التعاطي كانت بدري. وزي ما احنا عارفين ان التدخين هو البوابه الذهبيه لجميع المخدرات، 90% من السموكرز كانوا سبستانس ابيوزرز. بالنسبه لسكيد 1 اللي هو كوموربيديتي مع الاذر سايكاتريك النيسس، 75% من الابيوزرز كان عندهم سايكاتريك النيسس على سكيد 1 مقابل 4% بس في النون ابيوزرز. اشهر الامراض دي كان الانكزايتي ديس اوردرز 35%، المود ديس اوردرز 29%، يليهم اخرهم السايكوزز او السايكوتيك ديس اوردرز. بالنسبه لسكيد 2 وانتشار الاضطرابات الشخصيه، 73% من متعاطي المخدرات يعانون اضطرابات شخصيه في العمال المصانع في مقابل 9% فقط من الذين لا يتعاطون. اشهر نوعين من الاضطرابات الشخصيه كانوا الانتي سوشيال حوالي 24% فولود باي البوردر لاين بيرسوناليتي كانوا 16%.
اخر سطرين drug related problems among male substance abusers على اختبار الدودت كانوا 45% problems و dependence 36%. بالنسبه للفيميلز كانوا 70% problems و dependence 10%. ايه الحاجات البوزيتيف اللي بتخلي العامل ده يتعاطى؟ اكتر ثلاث نقاط كانوا becoming happy، يشعر اكثر بالسعاده، اقل الما، getting a feeling that everything will work out، كله تمام كله هيتنفس. اكتر ثلاث حاجات كانت بتخليهم يبعدوا او حاجات تعتبر نيجاتيف امباكت عليهم في التعاطي كان الهيلث وورسنينج، صحته العامه اتدهورت عكس ما كان فاكر، destroying finances، اقتصادياته قلت عكس ما كان فاكر، بالذات لما الشريط غلي وصل ل 700 جنيه وبيكامينج باسيف، انسان سلبي. اخر جدول على الادكشن سيفيرتي اندكس، 37% من السبستنس ابيوزرز كان عندهم دراج ابيوز بروبلمز 37%، وال 29% فاميلي بروبلمز، 26% ليجال بروبلمز، و 23% ميديكال بروبلمز. الريكومنديشنز عشان نشوف عمالنا بالمنظر ده، تو دو يورين سكرين فور ترامادول اند حشيش، بس بالذات ترامادول، شود بي ادد تو اول فورمز اوف بيزك توكسيكولوجيكال سكريننج سبيشالي وين ذير از فايولنس. بابليك اويرنس شود بي انيشيتد تو بوينت اوت ذا فيتاليتيز اكسيدنتس اند ان كنترولد بيهيفيرال مودز اسوشيتد وذ ابيوز. وشكرا لحضراتكم، وشوفكم السنه الجايه.